وتتابعونا في هذه الحلقة. رجل الدين المعارض فتح الله جولن ينتقد سياسات أردوغان وقمع الحريات في تركيا، ويدعو البلدان الديمقراطية والدول الغربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد. مجلس السلم والأمن الإفريقي يعلن دعمه وتعيين مبعوث مشترك مع الأمم المتحدة في ليبيا، فماذا يعني دخول الاتحاد الإفريقي على خط الأزمة الليبية؟ قال فتح الله جولن رئيس حركة الخدمة والمعارضة التركي إن فرض المعتقدات التي يتبناها أنصار المجتمع الإسلامي على المجتمعات التعددية يخلق نوعا من الفوضى، وهو ما يحدث الآن في تركيا، موضحا في حواره مع قناة سن أن من يحكمون تركيا ليس لديهم علاقة بالسياسة، وهو ما يفسر التدهور الذي تعيشه البلاد في أكثر من قطاع. فما دلالات هذه التصريحات؟ وما أصداؤها على الصعيد الداخلي والخارجي؟ وجه زعيم المعارضة التركية رئيس حركة الخدمة فتح الله جولن انتقادات إلى الرئيس التركي، محذرا من خطورة السياسات التي ينتهجها على مستقبل تركيا. وقال جولن خلال حواره عبر قناة تن إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الذي بادر بالإدلاء بتصريحات أدت لتأزم العلاقات بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أن وجود أردوغان سيزيد من صعوبة عودة العلاقات بين مصر وتركيا إلى سابق عهدها. وكشف جولن أن من يحكمون تركيا الآن وعلى رأسهم أردوغان ليسوا من أبناء الأناضول الأصليين، موضحا أنهم فقط مجموعة من المنتفعين ترغب في حصد المكاسب بأي طريقة ولو باستخدام الشعارات الدينية البراقة فقط للبقاء في السلطة. هؤلاء المسيطرون على مقاليد الأمور في بلادنا اليوم ليسوا من أبناء الأناضول الحقيقيين، بل حتى يقال إنهم قدموا من الشمال. لقد غابت عنهم قيم شعب الأناضول الأصيلة، لكنهم يتظاهرون بأنهم يحترمون قيم هذا الشعب ومبادئه الدينية والأخلاقية والتراثية والثقافية. لقد قاموا بهضم هذه القيم واستساغتها، واستخدموا الشعارات الدينية والخطابات الإسلامية البراقة لضمان بقائهم في السلطة. نعم، لقد كنا ندعم هؤلاء فترة من الزمان. وأشار إلى أن الرئيس التركي قوض عمل المؤسسات التي لا تتفق مع سياساته بالبلاد، وهو ما كان له تأثير على سياسات البلاد بالنهاية. وأوضح أن هدف أردوغان كان السيطرة على المؤسسة العسكرية لتعمل لصالحه، موضحا أن ما يقوم به أردوغان وأنصاره من فرض المعتقدات التي يتبنونها يخلق المشاكل والأزمات الداخلية بالمجتمع. وقال جولن إن الدستور التركي الحالي لا يصلح لإدارة البلاد، مشيرا إلى إعجابه بالنظام الدستوري الأمريكي الذي يعتبره الأفضل. ولم يفد جولن التنبيه إلى دقة المشهد في العالم الإسلامي قائلا إن المشهد المذري الراهن للمسلمين الذين ذاقوا مرارة الهزائم المتتالية منذ عدة قرون لا يبدو قابلا للإصلاح والتقويم دفعة واحدة، بل قد يحتاج إلى 3 أجيال كي يستقيم، متمنيا أن يبذل المسلمون والعرب الجهد للقيام بإصلاح أحوالهم وأوضاعهم. مشاهدينا نبدأ النقاش وأرحب بضيفي. معنا سيد فراس رضوان أوغلو الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول، أهلا بك معنا. كما أرحب أيضا بالسيد محمد عبد القادر مدير برنامج تركيا والشرق الأوسط بمركز الأهرام للدراسات من القاهرة، أهلا بكما. وأبدأ مع سيد فراس من اسطنبول. يعني هذه العلاقة سيد فراس التي رأيناها بين جولن الذي كان بالأمس أقرب حليف لأردوغان وأصبح عدو اليوم، ما هي إلا نسخة باتت تكرر نفسها لعلاقات أخرى كان لأردوغان يحتفظ بهذه الصداقة معها كأحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي السابق، بالإضافة طبعا إلى بشير أتلاي وزير الداخلية السابق، وأمثلة أخرى علي باباجان من زملائه الذين كانوا في الحزب. لماذا أصبح كل أصدقاء الأمس بالنسبة لأردوغان أعداء اليوم؟ هي ليست مسألة أصدقاء الأمس أصبحوا أعداء اليوم، هو اختلاف في الرأي وبعد ذلك تفرق الأصدقاء، وهذا شيء طبيعي في السياسة. لا يمكن أن نقول أن
كل الأفكار ربما تستمر. نعم، هناك أفكار مختلفة بين السيد داود أوغلو وحتى عبد الله جول وحتى بابا جان وحتى آخرين، مهمة مشيمشيك أيضا وآخرين الذين تركوا ربما بركب السياسة المتواجد الآن لاختلاف في الرؤى السياسية، وهذا يحدث في كل ممكن أن نقول في أحزاب كبيرة مثل حزب العدالة والتنمية، أحزاب أخرى موجودة في كل العالم. هذا لا يدل على أن شيئا يهز أو ممكن نقول أن يقسم الحزب، لأن الاختلاف في الرأي هذا وارد. لكن بالنسبة لمسألة فتح الله جولان، هو الذي ربما كما يقال باللغة العربية أنه جنى على نفسه إقامته بالانقلاب، ثم بعد ذلك ممكن أن نقول خرج عن القانون، وهذا ما سيستدعي إلى استدعاء لمحاكمة وإدلاء يريد أن يدافع عن نفسه فليدافع عن نفسه، لكن في تركيا وليس خارج تركيا. إذن القضية مختلفة نوعا ما، اختلاف في الرأي في ربما تركيا. كيف ذلك يعني سيد فراس؟ هل بمقدور أي أحد أن يتحدث أو ينتقد أو يعترض على سياسة أردوغان من دون أن يتعرض للحبس والاعتقال؟ يعني كأنه الأمر تتحدث وكأن الديمقراطية متاحة وحرية الرأي والتعبير متاحة في تركيا ببساطة. لا، في تركيا هناك حرية واضحة. يعني في الأمس لو تابعت كان هناك سجال بين رئيس الجمهورية ومذيع في قناة فوكس تي في من أجل بعض الأخبار، وكان هناك ربما مهاترة سياسية بين الطرفين أو إعلامية إذا صح التعبير. هناك قنوات كثيرة معارضة، بل حتى أنها تهاجم كثير في الرئيس، حتى أنه غضب يعني في الفترة الأخيرة وحصل خصام. عن أي قنوات معارضة تتحدث؟ كل هذه الصحف التي تم إغلاقها سيد فراس، و75 ألف معتقل سياسي في السجون التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشل. اسمح لي وسأعود إليك لأشرك معنا وأرحب بالسيد محمد عبد القادر. يعني أهلا بك سيد محمد. يعني هل تتفق مع ما ذكره سيد فراس بأن هذه العلاقات التي كانت تجمعها صداقة مع رجب طيب أردوغان وأصبحت اليوم علاقة عداء هي فقط مجرد اختلاف؟ لا، ربما هو اختلاف حول كل شيء، ليس حول فقط الشأن السياسي، ربما يكون حتى حول مصير الدولة التركية التي قادها الرئيس التركي لتتحول من دولة مؤسسات. هناك نظام برلماني، هناك قضاء مستقل، هناك مجموعة من المؤسسات البعيدة كل البعد عن سيطرة الدولة وتلعب أدوار رئيسية في حفظ وصيانة واستقرار النظام الديمقراطي والعلماني في هذه الدولة، وتحول هذه الدولة في الحقيقة إلى دولة مسيطر عليها من شخص واحد استطاع أن يحول النظام السياسي ليكون هو الحاكم الأوحد في هذه الدولة، ألغى منصب رئيس الوزراء، هامش سلطات البرلمان، بات بمقدوره يعني إعلان حالة الطوارئ، سن قانون مكافحة الإرهاب، سيطر على حزب العدالة والتنمية. كل من دعم حزب العدالة والتنمية ربما على الصعيد السياسي، على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الثقافي، حتى على الصعيد الخارجي، من شخصية مثل أحمد داود أغلو لعب الرئيس التركي أدوارا رئيسية في تهميش هؤلاء، ولم يكن الأمر يعني إطلاقا اختلاف في الرأي بقدر ما كان هو محاولة من الرئيس التركي إبعاد مراكز القوى، أنجاز لنا التعبير، داخل حزب العدالة والتنمية ليتحول الحزب إلى أداة في يد الرئيس لإحكام قبضته على الدولة التركية. وربما في هذا الإطار كان واحدة من ضحاياها الرئيسية ليس فقط حزب العدالة والتنمية أو بعض الأشخاص الذين لعبوا أدوارا رئيسية، ليس فقط في استمرار الحزب كأطول حزب استطاع أن يحكم تركيا منذ أن أسسها مصطفى كمال أتاتورك، أو حتى بالأحرى منذ أن تم تحويل هذه الدولة إلى النظام البرلماني في خمسينيات القرن الماضي. حتى الإعلام يعني كان شهيد السياسات الأردوغانية التي في الحقيقة استطاع أن ينكل بكل معارضيه، ليس فقط كإعلاميين أو صحفيين، حتى بعض الأكاديميين الذين كان لديهم رؤى مناقضة لسياسات الرئيس التركي فيما يخص عملية السلام، فيما يخص سياسات حيال الأقليات الكردية، فيما يخص سجنه لبعض العمد ورؤساء بلديات تركية تم انتخابهم من قبل الشعب التركي، فيما يخص حول إعادة انتخابات تم إجراءها وفق أطر ديمقراطية كما يدعي الرئيس التركي، ولجأ إلى إعادة الانتخابات في محاولة إلى تزييف إرادة الناخبين كما شاهدنا جميعا في مدينة اسطنبول مؤخرا. ربما واحد من شركاء أردوغان هو فتح الله جولن، وهو الرجل الذي لعب أدوارا رئيسية من خلال مؤسساته التعليمية، الإعلامية، الثقافية، بعض الأدوار الرئيسية التي قام بها، بعض الأشخاص المؤمنين بمبادئه وأفكاره وآرائه داخل مؤسسات الدولة للدفاع عن حزب العدالة والتنمية، وربما البعض منهم لعب أدوار رئيسية في منع حظر الأحزاب السياسية، وربما نتج عن ذلك استمرار حزب العدالة والتنمية ولو
حول ذلك كان هذا الحزب قد تم حظره مجددا لأسمع رد سيد فراس رضوان. يعني سيد فراس تتحدث عن حرية التعبير، وماذا عن الاعتقالات التي طالت 75 ألف معتقل سياسي في تركيا، وماذا عن الصحف التي تم إغلاقها في تركيا، وماذا عن الأكاديميين والناشطين الذين تم اعتقالهم والزج بهم بالسجن لأنهم تجرؤوا وأبدوا رأي فقط لا أكثر، ماذا عن هؤلاء؟ بالنسبة للأعداد نعم ربما وصل إلى 55 ألف الذين هم تحت المحاكمة نتيجة الانقلاب. هناك انقلاب عسكري كبير، يعني ليس 10 أشخاص قاموا بهذا الانقلاب، أقله 11 ألف عسكريا كانوا في شوارع إسطنبول وأنقرة، إضافة إلى من يدعمهم لوجستيا. لذلك كانت ربما الأعداد كبيرة نوعا ما، حتى أن البعض تخوف من أن يؤثر هذا العدد في المؤسسة العسكرية، ولكن الحادثة كانت كبيرة، فلذلك ستكون النتيجة كبيرة في هذا السياق. أما بالنسبة لمسألة فتح الله جولان، إذا كان هو يعني في مؤسسة إعلامية أو علمية أو تعليمية، إذا فما شأنه وشأن السياسة؟ إذا كان هو يدعي أنه عالما أو داعية إسلامية، فهو يدخل الآن في عالم السياسة ويبدأ يعطي نصائح سياسية، إذا أعتقد تغير الوصف لديه، إما داعية إسلامية أو أنه أصبح في عالم السياسة، وهو مطالب هنا في تركيا بالقضاء القانوني. ماذا سيد فراس عن زملاء إرسال الملف إلى أردوغان في حزب العدالة والتنمية؟ يعني ثمة تصدع واضح في داخل حزب العدالة والتنمية، أحمد داود أوغلو استقال من هذا الحزب بعدما وجه انتقادات واعتراضات على سياسة رجب طيب أردوغان وزير الداخلية السابق وأيضا علي باباجان. كيف سيكون تأثير كل هذه الانشقاقات داخل الحزب على مستقبل حزب العدالة والتنمية الحاكم؟ في تركيا هنا ربما خصوصية خاصة، ربما في تركيا أغلب الأحزاب السياسية لديها قوة مركزية القرار ومركزية اتخاذ القرار عبر رئيس الحزب، يعني ليس فقط في العدالة والتنمية، حتى في حزب الشعب الجمهوري طالما طرد عدة أشخاص من الحزب لأنهم خالفوا السيد كليتشلاروغلو، منهم أوزتورك مثلا، السيدة ميرال أكشينار التي رئيسة حزب الإي بارتي الآن موجود، هي أيضا مطرودة من حزب الحركة القومية. هذه ميزة هنا في تركيا، تتمتع ربما بشخصية قوية نوعا ما الصلبة، هذه ربما قد تكون إيجابية في بعض الأمور وقد تكون سلبية. كيف سيؤثر؟ ما هي الإيجابية؟ عدم توجيه أي انتقاد، هل هو من ضمن سياسة الحزب؟ هل هذه تعتبر إيجابية بعدم اعتراض القيادة وعدم توجيه أي انتقاد لسياستها؟ المشكلة مع السيد داود أوغلو ليست فقط مشكلة انتقادات، وانتقد من قبل ولم يتحرك أحد في ضده، ولكن في الفترة الأخيرة بدأ يتكلم أعتقد في أمور تمس الدولة ليس تمس الحكومة، هنا أعتقد وبدأت الخلاف تماما، أو ممكن نقول قطع العلاقات بين داود أوغلو والحزب بشكل كبير واضح بسبب بعض التصريحات التي اعتبرت أنها خطيرة نوعا ما في ما يتعلق بأسرار دولة، وهذا لا يناسب أعتقد السيد داود أوغلو، ولكن بعد ذلك ربما سيؤسس حزبا لوحده ويبدأ عن أي أسرار تتحدث هنا؟ يعني سأعود إليك في هذه النقطة، واسمح لي أعود مجددا لسيد محمد عبد القادر. سيد محمد، يعني هل من الذي يتحمل مسؤولية هذه الانشقاقات في حزب العدالة والتنمية؟ يعني سيد فراس هنا يلقي اللوم على كون أحمد داود أوغلو تسبب في إفشاء أسرار متعلقة بالدولة، ولكن هنالك اتهامات لرجب طيب أردوغان بمحاولة إقصاء خصومه السياسيين ورفض أي انتقادات سياسية لتجاهه أو تجاه سياسته. هل رجب طيب أردوغان يتحمل مسؤولية هذه الانشقاقات داخل الحزب؟ يعني إذا كان كما قال الضيف الكريم الأحزاب التركية تتسم بمركزية شديدة، فإن من يقود هذه الأحزاب هو الذي يتحمل أي مسؤولية تتعلق بتوترات أو صراعات أو انشقاقات، لأن إذا كان هناك مركزية إذا هناك قيادة موحدة تسيطر على الحزب، وفي رأي الأغلبية ربما أن من يسيطر على حزب العدالة والتنمية هو الرئيس التركي، وسبب إبعاد عدد من الشخصيات الرئيسية ربما أحمد داود أوغلو واحدا منها وليس أبرزها على الإطلاق وليس أهمها، ولكن ربما هو أشهرها على اعتبار أنه الحلقة الأخيرة في سلسلة الأشخاص الذين خرجوا عن حزب العدالة والتنمية والذين استطاعوا بجرأة توجيه انتقادات للرئيس التركي. ربما هذه الجرأة لم تنبع من شجاعة شخصية بقدر ما هي ارتبطت بإدراك أن الرئيس التركي ربما يعاني من حالة ضعف
داخلية على الصعيد الداخلي داخل حزب العدالة والتنمية، وعلى الصعيد المحلي يرتبط بشقين، الشق الأول نتائج الانتخابات البلدية والوضع الاقتصادي، أو حتى على الصعيد الخارجي بسبب ما يمكن أن يطلق عليه في الأدبيات السياسية عزلة تركيا الدولية بسبب توترات العلاقات مع شركائها الغربيين، خصوصا حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم الانشقاق داخل حزب العدالة والتنمية لم يرتبط بأحمد داود أغلو، والرجل إلى الآن لم يفشي أي سر للدولة التركية، ولكن حاول البعض تشويه صورته كما تم إجراء ذلك مع بولنت أجاويد، مع الرئيس السابق عبد الله جول، مع عدد من الشخصيات الرئيسية ربما من ضمنها أيضا علي بابكان. حاول حزب العدالة والتنمية تشويه صورتهم من خلال الأدوات الإعلامية التي ربما يسيطر عليها من خلال بعض الأشخاص الموالين للحزب، ومن ثم حاول الرجل الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية ربما تورط في عدد من قضايا دعم الإرهاب، ربما البعض منها يرتبط بساحات مجاورة والبعض الآخر يرتبط بساحات بعيدة مثل الساحة الليبية أو ساحة الدولة المصرية في مرحلة من المراحل. ومن ثم من يسيطر على الدولة التركية ومن يسيطر على حزب العدالة والتنمية هو الرئيس التركي، وأي توتر أو أي صراع في هذا الإطار ربما يرتبط بالفعل المركزي وهو الرئيس التركي. فيما يخص حركة فتح الله جولن، ربما الإشارة إلى أنها حركة يمينية، الحاجة إلى فصل الدعوة الدينية عن العمل السياسي، هي في الحقيقة حركة على يسار حزب العدالة والتنمية، على يسار أيديولوجية الحاكمة للدولة التركية. الحزب العدالة والتنمية ربما أكثر يمينية، أكثر دعما للتيارات الإسلامية، أكثر تشجيعا للحركات الإرهابية، ربما هذا حتى كان مسار انتقاد من قبل عدد من العناصر الرئيسية المرتبطة بحركة فتح الله جولن. نعم. فتح الله جولن رجل يبلغ من العمر حوالي 80 سنة، ومن ثم هو لا يستطيع أن يحرك انقلابا، ولكن ربما هناك خلافا في الرأي يرتبط بأن الرئيس التركي ورط تركيا في عدد من الصراعات كانت ذات طابع ديني. في الحقيقة ينفصل كل الانفصال وكل ويبعد ويبتعد كل البعد عن سياسات حركة الخدمة التي ربما أكثر إصلاحية. طيب يعني أكثر اعتدالا، محمد أكثر يعني الآن ثم تحديث يدور عن أحمد داود أغلو سينشئ حزب جديد، وكذلك علي بابجان المدعوم من فتح الله جولن. ما هي فرص هذه الشخصيات المنشقة عن أردوغان في التكتل أو تشكيل أحزاب مؤثرة في الساحة السياسية؟ كيف بإمكانها استثمار هذا العداء وهذه السياسة الأردوغانية في التكتل وتشكيل أحزاب ربما تكون مؤثرة في تركيا؟ ربما ذلك يرتبط بعدد من العوامل الرئيسية. العامل الأول هو قدرة الجبهة الموالية لحزب العدالة والتنمية، أو بالأحرى الرئيس التركي داخل حزب العدالة والتنمية، على أن تتماسك وأن تدعم الرئيس التركي في مواجهة التحديات التي تواجهه في هذه الأونة على الساحة الداخلية، وهنا أقصد الساحة داخل الحزب والساحة المحلية بمجملها، وأيضا على الساحة الخارجية. وفي رأيي هذا أمر صعب، لأنه على ما يبدو أن هناك صراع نفوذ داخل حزب العدالة والتنمية. العامل الثاني ربما يرتبط بقدرة المنشقين عن حزب العدالة ونفسهم أن يشكلوا تكتل موحد. إلى الآن على ما يبدو أن هناك يعني فجوة بين الرئيس السابق عبد الله جول ومعه علي بابكان، ومن الطرف الآخر أحمد داود أغلو. ومن ثم قدرة هؤلاء الثلاث على تشكيل جبهة موحدة وتشكيل حزب واحد في رأيي على الأقل سيساهم في تآكل القاعدة التي دعمت حزب العدالة والتنمية، وربما هي القاعدة المحافظة التي شكلت حوالي 50% من مجموع الشعب التركي. العامل الثالث ربما يرتبط بنطاق المعارضة الخارجية عن إطار حزب العدالة والتنمية وعن المنشقين عن حزب العدالة والتنمية، وهي المعارضة بكل تياراتها السياسية سواء كانت قومية أو يسارية أو علمانية، وقدرتها على استغلال حالة الضعف والانشقاق داخل حزب العدالة والتنمية في أن تراكم على ما حققته في الانتخابات البلدية الأخيرة، ومن ثم تكون هي الرابحة الأكبر من حالة الانشقاق وحالة الصراع التي يعاني منها حزب العدالة والتنمية، وربما تنفجر في حتى داخل معسكر الرئيس التركي ذاته. العامل الرابع ربما يرتبط بالوضع الاقتصادي. كلما يعني استقر الوضع الاقتصادي كلما استطاع الرئيس التركي أن يسيطر على الدولة التركية، ولكن كلما ضعف الوضع الاقتصادي كلما الكتلة التي تدعم هذا الحزب ليس على قاعدة أيديولوجية ولكن على قاعدة منفعية مصلحة اقتصادية ربما تنفض عن هذا الحزب. طيب وكل هذه العوامل هنا سيد فراس يعني لعبوا أدوار رئيسية لدعم المعارضة في الانتخابات المحلية. في هذه العوامل وهذه الضغوط يعني الضغوط سيد فراس تزداد يوما بعد يوم اتساعا وحدة في وجه أردوغان على الصعيد السياسي الداخلي وأيضا على الصعيد الخارجي بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الداخلي. كل هذه الضغوط إلى أي مدى تشكل خطرا على مستقبل أردوغان السياسي؟ طبعا هناك الضغوط الاقتصادية هي أعتقد
مهمة الآن بسبب بعض المشاكل حول تركيا، أيضا مشاكل مع سببتها بشكل غير مباشر مع الاتحاد الأوروبي، ولكن هي ربما الهاجس الأكبر بالنسبة ليس فقط للرئيس أردوغان بل لأي رئيس سيأتي. المشكلة أن في تركيا الكل يعلم أن عند المعارضة ضعف في الحلول الاقتصادية، ولذلك الكل الآن منصب اهتمامه حول الرئيس أردوغان، لذلك يمتلك الآن كتلة سياسية أو انتخابية عفوا ليس فقط من المناصرين له، حتى الذين هم ليسوا مناصرين له لكن يقرؤون الاقتصاد من خلاله لأنه يرونه ربما الوحيد الآن هو القادر على أن يكون لديه قوة لامتصاص الصدمات الاقتصادية وأيضا ربما إنشاء مشاريع اقتصادية أخرى أو أبواب اقتصادية أخرى. ولماذا لم نرى ذلك؟ يعني تتحدث عن قوة، يعني هذا لا يطابق ما يدور من تقارير وعن سعر الليرة الذي يتدهور ويزداد سوءا والاقتصاد والواقع الاقتصادي الصعب في تركيا. اسمح لي انتقل الان لسيد محمد، يعني سيد عبد القادر، محمد عبد القادر، يعني انتقل الى نقطه اخرى هنا وهي ما جاء في صحيفه نيويورك بوست التي اشارت في تقرير حديث عن كون تركيا ملاذ امن للارهابيين، وهي اتهامات ليست بالجديده. تقارير عديده تحدثت عن ادله تثبت تورط تركيا في دعمها للارهاب. كيف دعمت تركيا الارهاب كما تتابع في هذه التقارير سيد محمد؟ ربما ساهم النجاح الاقتصادي كما أشار ضيفك في مرحلة من المراحل في رغبة حزب العدالة والتنمية في أن يحول هذا النجاح الاقتصادي إلى نفوذ في منطقة الشرق الأوسط، وربما كانت الأداة الرئيسية أو الفرصة وفق الأدبيات السياسية، الفرصة السياسية هي الثورات العربية التي من خلالها استطاع أن ينفذ إلى عدد من الساحات العربية، وربما راهن على ما وجده الحصان الرابح في هذا الإطار وهو التيارات الإسلامية التي دعمها في على أكثر من مسرع عمليات إقليمي، خصوصا على الساحة السورية في مرحلة من المراحل، على الساحة الليبية، على الساحة المصرية، وأيضا على ساحة الجوار في الدولة العراقية. ومن ثم رهن الحزب على بعض التيارات السياسية ذات الخلفية الدينية. فشل هؤلاء ربما خصوصا بعد الثورة المصرية في يونيو 2013 دفع الحزب إلى الرهان على التيارات الأكثر تشددا، ومن هنا ظهرت بعض التنظيمات أو حتى حظت بقوة إعلامية وقوة مادية من خلال دعم سياسي وإعلامي من قبل حزب العدالة والتنمية، خصوصا حينما فتح الحدود الجنوبية لكل التيارات القادمة من شتى أرجاء العالم خصوصا الدول الغربية للانخراط في صراعات الشرق الأوسط على الساحة السورية، والتي ربما شكلت بعد ذلك يعني ساحة مفرغة ومصدرة للتيارات الجهادية لأكثر من ساحة مجاورة وساحة عربية في هذا الإطار. الانتقادات في هذا الإطار لا ترتبط ربما بوسائل إعلام ولا حتى أحاديث ترتبط ببعض السياسيين، لكن حتى ترتبط بأجهزة استخبارات. هناك مؤتمر صحفي عالمي قام به وزارة الدفاع الروسية رصدت كيف يتحرك تنظيم داعش على الحدود التركية السورية. هناك تصريحات واضحة في هذا الإطار وانتقادات لاذعة في هذا الإطار من الدولة المصرية ومن أجهزة حساسة في الدولة المصرية إلى كيف قامت تركيا بدعم حركات إسلامية إرهابية حاولت المس بالدولة المصرية في مرحلة حساسة من عمر هذه الدولة. هناك انتقادات لاذعة من كل السياسيين الموجودين في الدولة الليبية، وهناك حتى تقارير مصورة أخيرة أشارت إلى كيف تقوم تركيا بنقل السلاح إلى بعض الجماعات الإرهابية على الساحة الليبية بما يهدد الدولة الليبية المهمة في هذا الإطار وأيضا المجاورة بما يشكل تهديد للدولة المصرية. ومن ثم لعبت تركيا ربما أدوارا رئيسية في دعم الحركات الجهادية، ساهمت في دعم تيارات ربما ذات طبيعة إرهابية، وهنا في هذا الإطار كان انتقادات واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية، من عدد من الدول الغربية، من دول يعني اسمع رأي سيد فراس في هذه النقطة. سيد فراس، الأدلة ضد تركيا بدعم الإرهاب أصبحت تتزايد، ويعني آخر دليل كان قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على 11 كيان وأفراد مرتبطين بنظام تركي لدعمهم جماعات إرهابية. والسياسة الخارجية التركية يعني هذه حتى سبق واعترف بها رجب طيب أردوغان بنفسه في ليبيا بدعمه للميليشيات المسلحة في مواجهة الجيش الليبي، تدخله في دول الجوار، سوريا، العراق، بالإضافة طبعا إلى الدول الأخرى. لماذا برأيك؟ ما هو مشروع رجب طيب أردوغان وطموحه من وراء هذه السياسة للمشاكل مع دول الجوار ودعمه للإرهاب؟
سيدتي في عالم السياسة لا يوجد شيء اسمه فكر. الآن هناك دولة، سوريا كانت هناك مشاكل كبيرة، وهذه دولة مجاورة 900 كيلومتر، لا يمكن أن تترك تركيا مساحات فارغة في تلك المنطقة، وهذا العدد الكبير الذي لجأ إلى تركيا. بالنسبة أيضا إلى ليبيا، ليست تركيا فقط، المجتمع الدولي كله يعترف على الميليشيات التي تفضلت بها، إذن المجتمع الدولي هو أيضا يدعم الإرهاب. هذه قضية خطيرة جدا، يعني لا أعتقد أن المجتمع الدولي ومنهم تركيا الذين يدعمون السراج وحكومة الوفاق هناك بأنها ميليشيات أو أنها إرهابية، وإلا إذن المعايير في الكلام ستختلف تماما في السياسة. أيضا بالنسبة إلى النفوذ الاقتصادي، أنا أتفق مع الضيف في أن تركيا نعم أصبحت قوة اقتصادية، والقوة الاقتصادية هذه عندما تجد الطرف القائم الآخر بدأ يتراجع اقتصاديا وسياسيا، لو شيء طبيعي أن تتمدد القوة الإقليمية القادمة من ذلك الطرف، يعني كما نرى مثلا إيران التي أيضا بدأت تتمدد بشكل واضح في منطقة الخليج العربي، في منطقة اليمن. هذا لماذا؟ لأن هناك بدأ تراجع وفراغ في تلك المنطقة. هذه السياسة بشكل عام، ليس فقط في تركيا، يعني أو إيران، في أي منطقة في أوروبا وأمريكا. ضيفنا سيد محمد عبد القادر للرد على كل ما ذكرته سيد فراس، ولكن انتهى الوقت تماما. سيد فراس رضوان أغلو الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك، واشكر ايضا سيد محمد عبد القادر مدير برنامج تركيا والشرق الاوسط بمركز الاهرام من القاهره، شكرا لكما. مشاهدينا، وراء الحدث متواصل من استديوهات الغد في لندن، وبعد الفاصل نناقش. مجلس السلم والامن الافريقي يعلن دعمه تعيين مبعوث مشترك مع الامم المتحده في ليبيا، فماذا يعني دخول الاتحاد الأفريقي على خط الأزمة الليبية؟ أهلا بكم من جديد. دعا الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا الذي عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، دعا جميع الدول إلى عدم التدخل في النزاع الليبي والامتثال لحظر الأسلحة وفق قرارات مجلس الأمن. في الوقت ذاته أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي دعمه تعيين مبعوث مشترك مع الأمم المتحدة في ليبيا. ماذا يعني دخول الاتحاد الإفريقي على خط حل الأزمة في ليبيا؟ وما الذي يمكن للجهود الأممية والإفريقية أن تقدمه لاحتواء الصراع والدفع للتقارب بين الأطراف الليبية؟ أفريقيا تدخل على خط البحث عن حل سياسي للصراع في ليبيا، حيث عبر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عن قناعته بضرورة انخراطه بشكل أكبر في البحث عن حل للنزاع، خاصة من خلال تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في ليبيا. المجلس عبر عن قلقه العميق إزاء خطورة الوضع في ليبيا وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة وجميع أنحاء القارة الإفريقية. قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أكد انفتاحه على الحوار والعملية السياسية، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأت قوات الجيش عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس. ودعا في اجتماع وزاري بشأن ليبيا عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك جميع الدول إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه، وحضر الاجتماع وزراء وممثلون عن الصين ومصر والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى روسيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما شارك في الاجتماع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام لجامعة الدول العربية. ويبحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن دعم دولي لخطته الجديدة لحل الأزمة، ويسعى بداية لوقف المعارك وإحياء العملية السياسية، لكنه لم ينجو من سهام الاتهامات بعدم الحيادية، اتهامات ليست الأولى، حيث توترت علاقته بالجيش ومجلس النواب مطلع العام بعد أن أدان العملية العسكرية لتحرير الجنوب من الميليشيات التشادية، الأمر الذي دعا المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري اعتبار سلامة خصما يساهم في الأزمة التي تشهدها ليبيا.
مشاهدينا نبدأ النقاش وأرحب بضيفي. ضيفنا في لندن سيد عبد الله الكبير المختص بالشأن الليبي، أهلا بك معنا. كما أرحب بسيد عبد الباسط بن هامل المحلل السياسي من مصر. سيد عبد الباسط أهلا بك، وأبدأ معك سؤالي الأول. يعني مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي يشدد على ضرورة أن يكون له دور في حل الأزمة الليبية، لماذا هذا الموقف للاتحاد الأفريقي في هذا التوقيت، وما هو الجديد الذي يمكن أن يقدمه لليبيا؟ هو في اعتقادي يعني وفي اعتقاد الكثيرين في ليبيا يعني أن الاتحاد الأفريقي ليس من القوة الضاغطة والقوية جدا المتنفذة في الملف الليبي باستطاعتها الضغط أولا على الأطراف الخارجية أو حتى القوى الداخلية من أجل الذهاب إلى تسويات، أولا حوار وطني، الذهاب إلى تسويات سياسية، الذهاب إلى أي مشروع حقيقي يفضي إلى إنهاء هذا العبث الذي يجري في ليبيا. الاتحاد الأفريقي دوره ليس بجديد في ليبيا، يعني محاولات أن يكون موجودا في الساحة الليبية كانت على مدى 8 سنوات، يعني منذ 2011 وحتى يومنا هذا الأمر ليس بجديد، حتى وإن خرج ربما في صيغة جديدة أو في شكل جديد أو عبر إطر دولية أو في اجتماعات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن حقيقة بواقع الحال أفريقيا تعاني الأمرين، يعني تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، دول هشة أمنيا، يعني حتى دول الطوقة التي تمسنا في حدودنا مثل تشاد، النيجر، يعني السودان، هناك مشاكل كثيرة جدا وكبيرة حقيقة لا يمكن لهذه الدول أن تبتعد بشكل كبير جدا وواضح وأن تكون نافذة. ناهيك على التدخلات القوية جدا، الخلافات الأوروبية التي عمقت الفجوة في ليبيا بدعم الميليشيات بشكل واضح وصريح وانتشار السلاح وما إلى ذلك، يعني الدول الحقيقة الضغطة بشكل جديد كبير ونافذة هي لا تستطيع الدول الأفريقية التأثير فيها أو تغيير مسارها يعني بشكل واضح. يعني مثل رأي سيد عبد الله الكبير في هذه النقطة، هل تتفق سيد عبد الله أنه ليس باستطاعة الاتحاد الأفريقي الضغط أو التأثير، أم أنه بمقدوره الدفع لحل الأزمة الليبية أو تقديم ما هو جديد بعدما فشل المجتمع الدولي في إحراز أي تقدم فيها؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذة لينا وللسادة المشاهدين. الاتحاد الأفريقي هو ربما كيان يعني لا يمتلك الكثير من الأوراق في الأزمة الليبية الآن، لأن الأزمة الليبية أصبحت أزمة دولية بامتياز، والاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية المتأثرة بالأزمة الليبية رأت أنه يتم إقصاؤها من قبل القوى الكبرى عن الملف الليبي، وفي حين أن ليبيا دولة أفريقية والدول الأفريقية تتأثر، يعني الجزائر متأثرة بالأزمة الليبية، تونس متأثرة بالأزمة الليبية، وعادة ما يتم إقصاؤهم. حتى الاجتماع الوزاري الأخير الذي دعت إليه فرنسا وإيطاليا لم تكن هاتان الدولتان حاضرتان في هذا الاجتماع، وهي من الدول التي يهمها الشأن الليبي لأنه يتعلق بأمنها القومي. مالي والحراك الآن للمجموعات المسلحة الإرهابية في الجنوب والذي تتأثر به كل الدول الأفريقية، كل هذا دفع مجلس الأمن والسلم الأفريقي إلى الانخراط في الأزمة الليبية بشكل أكبر وأن تكون حاضرة في الاجتماع المقبل المزمع عقده في برلين، وأيضا تدعو إلى تكليف مبعوث أممي أفريقي خاص بالأزمة الليبية ليتابع التطورات، وتكون الدول الأفريقية المتأثرة بالأزمة الليبية حاضرة في الملف الليبي إلى جانب بقية الدول الأخرى. وبالتالي يعني سيد عبد الله، يعني هل يستطيع الاتحاد الافريقي الدفع نحو رؤى جديده للحل او ربما تفعيل قرارات الامميه الغير مفعله بخصوص ليبيا، او ربما التعاون مع دول الجوار لتحصينها وتحصين حدودها من خطر الارهاب العابر للحدود في افريقيا؟ في الحقيقة الآن الأمم المتحدة وحتى بعض الدول الأوروبية تريد من الاتحاد الأفريقي أن يرعى الاجتماع الليبي، يعني يفترض أن بعد اللقاء الدولي في برلين يفترض أن الأطراف الدولية حسب خطة المبعوث الأممي سلامة أن يتبع اللقاء الدولي حول ليبيا في برلين يتبعه لقاء ليبي يجمع الأطراف الليبية. تريد الأمم المتحدة المبعوث الأممي وتسنده في هذا فرنسا وإيطاليا، تريد من الاتحاد الأفريقي أن يرعى هذا الاجتماع بين الأطراف الليبية وأن يكون فاعلا في التأثير على الأطراف الليبية للتوصل إلى خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات. أنا أتوقع أن المرحلة المقبلة والأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد انخراط أكبر للاتحاد الأفريقي في الأزمة الليبية طالما فتح له الباب من قبل الأمم المتحدة ومن قبل فرنسا وإيطاليا. طيب هذا الانخراط الأكبر سيد عبد الباسط بن هامل، يعني في ظل هذا الانقسام السياسي في ليبيا، هل سيؤثر على موقف موحد لليبيا كدولة داخل الاتحاد الأفريقي؟
إذا كانت تقصد ليبيا كدولة، دي بدولة فاشلة، ليست دولة أبدا اليوم. يعني من ستكون الجهة السياسية التي تمثل ليبيا في الاتحاد الإفريقي في ظل هذا الانقسام السياسي أقصد؟ لا 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 لا، هو أستاذ لينا، دعيني فقط يعني شكرا للأستاذ عبد الله لنشط الذاكرة. الدور الإفريقي إذا ما وضعناه في إطار محدد أرادت به بعض القوى السياسية مثل تركيا وقطر أن يتم استخدامه. هنا أعود بالذاكرة إلى لقاء السنغال، إذا تحدثنا عن لقاء ليبي مشبوه يجمع القوى الإسلامية المتطرفة والمتشددة وبعض الأطراف المنحازة لهم في هذا الإطار. إذا ما عدنا إلى هذه الفكرة فهي فكرة خطيرة في ليبيا. الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الشورى بنغازي وكل هذه التنظيمات الموجودة في إطارهم في إطار إعادة تصديرها من جديد، فهذا أمر ممنوع وغير مقبول، وهذا حقيقة لدى الذاكرة الليبية غير مثقوبة، يعني الأمر ليس ببعيد. لقاء برلين حددت إليه خطوات معينة، يعني في لقاء الذي سيجري نهاية أكتوبر هناك محددات معينة يعول عليه تيار الإخوان المسلمين بشكل كبير جدا، الليبية المقاتلة، هناك الجماعات الضاغطة التي تمتلك الأموال الكبيرة جدا مثل الرعيض، حسني بي والكثير من هذه الأفراد الذين يمتلكون شركات وأموال ويحاولون العمل من داخل برلين منذ عدة أسابيع أن يكون هناك إعادة تصدير للمشهد الذي كان في 2014 و2012 وما إلى ذلك من هذه المجموعات. لماذا تتحدث عن أن هذا المؤتمر المرتقب بألمانيا فقط يعول عليه تيار الإخوان المسلمين؟ يعني لماذا لا يكون بداية أو تحرك كبداية لعودة الحل السياسي في ليبيا؟ ما فيش حل، يعني مشكلتنا أمنية، مشكلتنا مع ميليشيات مسلحة، ليست هناك على أجندة برلين حتى هذه اللحظة آلية حل الميليشيات المسلحة. الطرف الموجود في طرابلس يرفض ويتهم القوات المسلحة بأنها ميليشيات، يعني غير معقول. أيضا الأسماء المدرجة على أنهم ربما سيتم إدراجهم على حوار ليبي الليبي، يعني مهزلة. أي حوار وطني ليبي مع مجموعات يقودها خالد الشريف وعلي الصلابي وشقائه وعلي إسماعيل وغيرهم من هؤلاء، يعني أقول لك بكل صراحة هذا ليس حوار وطني أبدا ولا يبنى عليه، لأننا نحن أبناء تجربة مريرة، ذهبنا عدة مرات وعدة سنوات في حوارات لم تفضي إلى نتائج، لم يتم في تطرق إلى آلية جمع السلاح، لآلية حل الميليشيات المسلحة، تفعيل العقوبات الدولية ومطالبة بإدراج الجماعات الإرهابية وملاحقتها. يعني مصادر التمويل لازالت مفتوحة ولازالت السفن تصل، ونريد مؤتمر برلين للحفاظ على جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا؟ لا أبدا. إذا كان طيب هذا يعني الإرهاب بهذه الطريقة يعرفونه كل المساعي الدولية يعني لجمع الأطراف في هذه الدول، يعني كون كل المساعي الدولية والمحاولات لجمع الأطراف بالسابق فشلت، هل هذا يعني عدم المحاولة مرة أخرى لجمع الأطراف للتوافق من جديد؟ وإذا لم يكن هذا الحل من وجهة نظرك، فما هو الحل إذن؟ لا لا لا، الحل لدى القوات المسلحة على الأرض، ليست هناك مساعي دولية، هناك مصالح دولية، لنتكلم بلغة حقيقية وصحيحة جدا، هناك مصالح دولية وهناك صراع دولي على المنطقة بأكملها. ليبيا الآن أصبحت طرف وجزء في هذا يتم استخدامه، وليس بجديد يعني دخول الأطراف الدولية، أقولها أيضا والسيد عبد الله يعلم ذلك. ليبيا مشكلتها دولية من 2011، من لما دخل حلف شمال الأطلسي وضرب طرابلس وضرب المدن الليبية بالطائرات ودكها بعشرات القنابل، أكثر من 22 ألف طلعة جوية. إذن مشكلتنا ما زالت خارجية من الأساس، وعندما تحركت القوات المسلحة على تخوم العاصمة طرابلس كلها وقفت وقالت لا للتدخل الخارجي. أي تدخل خارجي؟ هذه قوات عسكرية لديها عملية مناطة منها طيب. لانتشال هذه الأجسام الموضوعة بالدعم بالسرطان اللي أنا أرهقنا كثيرا. نسمع رأي سيد عبد الله الكبير، ما رأيك سيد عبد الله؟ يعني هنا سيد عبد الباسط بن هامل ينتقد هذا المؤتمر المرتقب في ألمانيا ويرى أنه لن يشكل فرصة لبداية الحل السياسي في ليبيا، هل تتفق في ذلك؟ والله الحقيقة مؤسف أن الأستاذ عبد الباسط يعني ما زال يتحدث عن الإخوان المسلمين والمقاتلة والرعيض ويذكر كل الذين لا يوافقون هواه السياسي يريد إقصائهم بل يريد قتلهم لأنه يصر على الحل العسكري. هذا غير معقول. الاتفاق السياسي حدد المجموعات الإرهابية وصنفها وأبعدها عن أي حوار سياسي. الجماعة الليبية المقاتلة من عام 1990 تم حلها وذهبت وقياداتها شكلوا أحزاب جديدة
ودخلوا في مراجعات فكرية انتهت. الإخوان المسلمين تأثيرهم محدود جدا في ليبيا، لديهم حزب سياسي، والآن بسبب الحملة التي تعرضوا لها وبسبب تكالبهم على المناصب وعلى السلطة لم يعد لديهم أي شعبية في الشارع الليبي. أنا أتمنى أن ينتهي هذا الخطاب الإقصائي. مسألة الميليشيات يا سيد عبد الباسط، ارجع إلى البيان الذي صدر البارحة من إيطاليا وفرنسا، تكلم عن المجموعات المسلحة بشكل عام، كلها اعتبرها ميليشيات. الآن تبي تقول لي إن الكاني جيش، والله دعاب جيش، والله أولياء الدم جيش، والله كتيبة طارق بن زياد السلفية جيش، تريد أن تقنع الليبيين بأن هذا جيش؟ دعك يعني التزم بالعقلانية طيب. وانظر إلى المشهد. نعود إلى مؤتمر ألمانيا أستاذ لينا، لا أريد أن أستغرق في هذا الحديث كثيرا. نعم، مؤتمر ألمانيا محاولة دولية لإيجاد توافق دولي بين الدول المتصارعة والتي تتقاطع مصالحها في ليبيا، محاولة لإيجاد توافق بينها على حفظ مصالحها وإيجاد توافق لعله ينعكس على الأطراف الليبية فتتوصل إلى تسوية سياسية فيما بينها. يغيب عن مؤتمر ألمانيا للأسف صوت الشارع الليبي، صوت الشعب الليبي الذي يفترض أن يرتفع عاليا ويفرض يرفض أي توصية دولية أو وصاية على الشعب الليبي، ويطالب بإجراء انتخابات تفرز أجسام جديدة تملك الشرعية لإدارة الشأن الليبي. طيب سأعود إليك لمعرفة من سيكون مشارك سيد عبد الله في هذا المؤتمر من الأطراف الليبية، ولكن أعود لسيد عبد الباسط للرد على ما ذكرته يعني وأسباب تحفظاتك تحديدا سيد عبد الباسط على هذه المحاولة الدولية لجمع الأطراف في محاولة لإحياء الحل السياسي في ليبيا. يعني أوكل لدول الجوار المؤثرة وتحديدا هنا مصر وتونس والجزائر مهمة مراقبة أي اتفاق يتمخض عن مؤتمر برلين والذي سيعقد في شهر أكتوبر، لماذا لا تعول على أن يتمخض عن هذا المؤتمر أي جديد؟ شوفي، هو طبعا مهم جدا العودة بالحديث، لأن أريد التعقيب على كلام السيد عبد الله ولا أريد أن يذهب الحديث هكذا. الليبية المقاتلة زالت تعمل في الخفاء، تدعم التنظيمات الإرهابية وبالأسماء. عندما يكون صلاح بادي وزياد بلعم وكل التنظيمات والمدرجين على القوائم الخارجية هم الآن يقاتلون في الصفوف الأمامية، يعني لا أعتقد أن الجيوش تبنى من المتفجرات عندما يرسل آلاف الشحن إلى مدينة بنغازي ودرنة وسرت وإلى كل هذه المدن ويتم تمويلها. حقيقة عندما يتم بناء مؤسسات أمنية من عام 2012 و13 و14 و15 بناء على ما يريده خالد الشريف القيادي الأبرز الذي كان مقربا من أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، هؤلاء موجودين على الأرض. عندما نتحدث على عشرات الأسماء الذين لازالوا يتحركون ويتم إفاد عشرات المقاتلين الإرهابيين عبر مطارات اسطنبول من إدلب ومن سوريا ومن العراق، هذه أسماء مدرجة لازالت يمولها فتحي باشا آغا ويمولها فايز سراج ويمولها خزينة الاستثمارات الليبية التي تسرق من لندن وتسرق من باريس وتسرق من أموال الشعب الليبي. جماعة الإخوان المسلمين تسيطر على البنك المركزي منذ عدة سنوات عن طريق الصديق الكبير وعن طريق طارق المقريف الذي يشتغل لدى موزة في قطر، هكذا نتكلم بصراحة. ولازالت لدينا الأسماء لدى القائمة لدى المجلس الرئاسي، محمد عماري زايد على قائمة الإرهاب، قائمة أمن الجماهيرية في السابق مكافحة الزندقة ومكافحة الإرهاب، عشرات الأسماء عندما نتحدث على هذه القوائم، والكثيرين الذين استقدموهم من يوغوسلافيا في هذه الحرب البشعة منذ عام 2011. نحن لسنا عقلية إقصائية، تم طبخ العشرات في الأقدار وفي الصحون وتقطيعهم وتقديمهم للكلاب في عام 2012 في سجون مصراتة وفي سجون طرابلس وفي سجون الزاوية. بالعكس تم تعذيب الآلاف وتهجير الآلاف. اليوم عندما نرى بن ناير وكتيبة طارق بن زياد عمر مراجع وحسن الزادمة والكثير من هؤلاء أبناء مؤسسة عسكرية، بالعكس هؤلاء يقاتلون تحت قيادة عسكرية منظمة جدا ومنضبطة، لكن لا يقاتلون بعقلية السطو وحرق يعني المطارات. سيد عبد الباسط، إذا لم تكن مع الإقصاء يعني ما هو الحل المركزية؟ يعني ما هو الحل من وجهة نظرك؟ يعني لا، ما فيش عقلية. تحفظت على مساعي الحل السياسي التي تدور الآن وهنالك استمرار العمليات العسكرية. ما فيش حل سياسي. ما هو الحل إذن؟ هل استمرار الحل العسكري هو الحل من وجهة نظرك؟ أنا أتحداهم. طيب ما فيش، هو ضروري حل عسكري، ضروري حل العسكري، هو ورم لابد من استئصاله، ما في حل عندنا، صبرنا عليهم 8 سنوات، هل معقول؟ يعني إذا كان تهدد أمن لندن اليوم، ليش لندن ما تدخلش في حوارات مع قيادات أيمن الظواهري وتتوقف عن القتال؟ لماذا لا تتوقف الطائرات الأمريكية عن دق أفغانستان واليمن في تنظيمات القاعدة؟ نحن فقط علينا الحوار مع الجماعات الإرهابية وتسليم أعناقنا، سلمت أعناق أبنائنا في درنا وقتلوا بالعشرات، 7000 قتيل في بنغازي.
عشرات القتلى من الجماعات الإرهابية الذين تم ذبحهم، الليبيين المساكين البسطاء الموجودين في جنوب ليبيا، في مرصد تنظيمات إرهابية ترعاها المجلس الرئاسي، المعارضة الشادية التي تنشط لدى أسامة جويري في بلدة العزيزية وفي السعدية ويعرفها القاسي والداني، كل هؤلاء من الذي يقبل بهذه المهزلة؟ الجيش الليبي هو الذي استطاع أن يعيد عددات النفط إلى مسارها الصحيح عندما استطاع إعادة المسار إلى صحيحة، حتى أصبحت الآن خزاناتنا ممتلئة وبراميلنا تصل إلى 1,200,000 برميل. من يتحدث عن هذا؟ أبنائنا الذين دافعوا من دم قلبهم وأبدم أبناء أمهاتنا التي تعاني لمرين في ليبيا، هكذا هي الكلام. لكن واحد موجود في لندن ولا أنا موجود في القاهرة أستطيع أن أملي شروطي على الليبيين اليوم هنا. نسمع رأي سيد عبد الله الكبير، يعني سيد عبد الباسط يقول أما مزايدة المسألة لا أستمع إلى عبد الله الكبير ولا أستمع إلى عشرات من أمثاله أبدا. طيب يعني سيد عبد الله الكبير، يعني ما يقوله سيد عبد الباسط في شيء من المنطق، يعني هنالك أطراف متشددة وميليشيات مسلحة وتنظيمات إرهابية وميليشيات تحتمي خلف حكومة الوفاق وهي أصعب التحاور معها، وبالإضافة إلى أن هنالك كان عديد المحاولات لجمع الأطراف للوصول إلى حل سياسي وجميعها أخفقت. هل بالفعل جميع الأطراف قابلة للتحاور في ليبيا والتقدم على ضوء هذه المساعي للحل السياسي برأيك؟ هو السؤال الذي يعني يفترض أن ينتبه إليه السيد عبد الباسط وهو يسوق التهم ويذكر أسماء ويتهمهم بالإرهاب، لماذا لا يقصف الأفريكوم هذه المجموعات طالما هي موجودة الآن؟ قصف قبل يومين في سبها التي زعمتم أنكم حررتموها من الإرهاب، قصف 17 داعشي، إذا كان الذين تذكرهم إرهابيون لماذا لا يقصفهم؟ لماذا يلتقي المسؤولون الأمريكيون ويقولون في كل اللقاءات أن حكومة الوفاق شريك أساسي في حرب الإرهاب؟ تخلص من هذا الحديث أستاذ عبد الباسط إذا كنت تريد الوطن، وتوقف عن تأجيج الصراع في ليبيا، ينبغي أن يتوقف سفك دماء الليبيين. مسألة الجيش، هل الجيش يخطف نائبة في البرلمان لأنها عبرت عن رأيها؟ هل الجيش تلقى بالجثث في مدينة بنغازي ولا يحرك ساكنا إن كان فعلا هناك أمن في مدينة بنغازي؟ الصراع في ليبيا أستاذ عبد الباسط صراع سياسي، صراع على السلطة تغذيه أطراف خارجية، لذلك نطالب الليبيين ليطرحوا كل هؤلاء الذين ذكرتهم والذين تؤيدهم كلهم، نحتكم إلى الشعب الليبي، نصل إلى مرحلة الانتخابات ويفرز الليبيون برلمان جديد تنبثق عنه حكومة، ننهي هذا الصراع المسلح على السلطة. سردية الإرهاب راهي لم تعد مقنعة لأحد. مسألة القدور والغلي بالقدور هذه مسألة مبالغ فيها ولا وغير مثبتة إلا في حالة واحدة في صبراتة، والذي قام بها منضم إلى القوات التي تسميها جيش وطني. سيد عبد الله، نعم. سيد عبد الله، هل يملك السراج فرض أي حل سياسي وأي رؤية يتم التوافق بها على هذه الميليشيات المسلحة التي تعوث فسادا في طرابلس؟ لا، هو الحل السياسي لا يفرضه السراج ولا يفرضه أي طرف، الحل السياسي يأتي بالتوافق. السراج قبل أن يذهب إلى نيويورك أجرى لقاءات عديدة مع كل مكونات الشعب الليبي، مع البرلمان، مع المجلس الأعلى للدولة، مع نشطاء، مع الهيئة البرجوية، هؤلاء الذين يجتمعون في طرابلس لأنهم لا يملكون حرية الكلام ورفع الصوت عاليا والتعبير عن رأيهم في المناطق التي يسيطر عليها حفتر. أجرى لقاءات عديدة وبلور رؤية سياسية ويدعو إلى ملتقى وطني جامع يضم كل الأطراف الليبية، كل الطيف الليبي، للتوافق على خارطة الطريق تؤدي إلى انتخابات. الحل بسيط جدا إذا استبعدنا قوة هذا التدخل الخارجي وساعدتنا دول الجوار، والليبيون يستطيعون أن يتوافقوا بسهولة. ولكن لا نريد هذا الخطاب الإقصائي. الأستاذ عبد الباسط أنا لم أقاطعه، ولكن عندما طلبت مني الحديث قال أنا لن أستمع لعبد الله الكبير. لابد أن تستمع لي يا أستاذ عبد الباسط إذا كنت تريد أن تبني وطن، استمع إلى من يعارضك ومن يختلف معك. ولكن أيضا لنستمع في رأي أخير للسيد عبد الباسط، يعني ما هو الدور المأمول الآن في ظل إشراك دول الجوار وعلى رأسها مصر، تونس والجزائر في كمراقبين عن أي اتفاق قد يتمخض عن هذا الاجتماع المرتقب في أكتوبر المقبل في برلين؟ يعني هو لن يكون هناك أي جديد من خلال مؤتمر برلين، يعني سيكون حديثا مثل ما نسمعه في السابق من بيانات، حتى وإن حدد إطار معين إلى أي لقاءات لن يكون أكثر مما تمخض عليه في الصخرات المغربية عبر وثيقة وضعت بالأحبار التي ذهبت مع الريح. يعني لن يكون فيها تنفيذ على أرض الواقع طالما بقيت الميليشيات تعرضت مقرات فايز السراج للاعتداء والضرب وعناصرها وأفرادها من قبل الميليشيات. يعني النواصق اقتحمت مبنى وزارة المالية وضربت وزير ماليته اللي يعمل في الدولة المدنية وأهانته وهددته بالقتل،
واليوم هناك مشكلة في منطقة سوق الجمعة ما بين القوات التي يعلنون أنها قواتهم الوطنية وميليشياتهم الموجودة في طرابلس. يعني هذه مهزلة يمكن استمرارها، يعني لا يمكن وجود حل من الخارج إلا بوجود قوة عسكرية نظامية تضبط الإيقاع. من يحمي القرار السياسي؟ لا نريد تكرار مهزلة اختطاف قيادات ورؤساء وزراء وما إلى ذلك. لا نريد تكرار سيناريو اختطاف علي زيدان واختطاف القرار السياسي والاعتداء على سيالة وضرب آمر حرس الرئاسي النكوع في السابق. يعني حاجة مهزلة، والله أصبحنا سخرية العالم للأسف. نعم. الدولة لابد أن تقوم بوجود جيش قوي جدا. طيب. والجيش لا يتحاور مع ميليشيات أبدا. أشكرك جزيلا سيد عبد الباسط من هامل المحلل السياسي من القاهرة، كما أشكر أيضا سيد عبد الله الكبير الكاتب الصحفي من لندن. شكرا لكما. مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.